عسلامة ومرحبا بكم متابعينا في تلفزة بوتيك. كما عودناكم في كل مرة ديما نجيبو لكم دي برودوي تحتاجوهم ديما في حياتكم اليومية وتلقاوهم معنا في تلفزة بوتيك. المرة هذه جبنا لكم برودوي عرفتوه وجربتوه برشا منكم اخذوا منه، مش جديد عليكم، برودوي كان حاضر معكم عامين في تلفزة بوتيك، وهذا دليل على نجاح البرودوي هذا اللي هو ذا وايتر، مسحوق طبيب الاسنان اللي من شأنه انه ينحي الكالكير، اسفوريه في السنين، وحتى الريحه الخايبه اللي ممكن تقلقنا في حياتنا اليوميه. برودوي 100% مكوناته طبيعيه، هذا شعارنا في تلفزه بوتيك، نقدم لكم دي برودوي 100% طبيعيه. برودوي ذا وايتر كما قلنا لكم مصنوع من حاجات منكم واليكم من الطبيعه، حاجات نحتاجوهم ونستعملوا فيهم كل يوم، لكن استخلصنا منه برودوي ياسر مزيان مع ذا وايتر اللي يبيض السنين، ينحي الكالكير وحتى الرائحه الكريهه اللي قلنا عليها في الفم. 29 دينار كان حاضر معاكم في تلفزه بوتيك ومازال حاضر معاكم بنفس السوم، 29 دينار فقط، عملنا لكم فيه سوم مزيان باش الناس الكل تنجم تتحصل على البرودوي هذا وتشريه. دونك ما تتردوش اعزائنا المشاهدين باش تتصلوا على الارقام الموجوده على الشاشه، تعديوا لي كوموند نتاعكم ويوصلكم حتى الباب الدار كيف ما عودناكم، والتوصيل مجاني. ما تنساوش باش تتصلوا على الارقام تتحصلوا على ذا وايتر، مسحوق طبيب الاسنان، وهكا ترتاحوا من المشاكل اللي ممكن تقلقكم كل يوم في حياتكم كما نفكروكم بهم، اسفوريه في السنين، الريحه الكريهه في الفم، وحتى الكالكير. والحاجات هذه بيان سور نعرفوها نحن، برشا عباد تتكون لها كوسوسوا من القهوه، التاي، الدخان، ولا حتى الماكولات والحاجات اللي تسبب للكالكير في السنين. دونك عندكم الحل موجود في تلفزه بوتيك مع ذا وايتر، مكونات 100% طبيعيه. ما تنساوش عديوا لي كوموند نتاعكم على الارقام الموجوده على الشاشه، 29 دينار والتوصيل مجاني حتى الباب الدار. مرحبا بكم مره اخرى في الماتينال. تشوفوا في اللوجو نتاع كونفي مارك اللي هو لايه بكل ما هو مبل وكل ما هو ديكور. دونك ديما نحب نحكي لكم على الباك العروسه من اهداء كونفي مارك اللي فيه بيت فطور وبيت صلاه وبيت نوم. كان قادمه على عرس والا تحب تبدل الديكور نتاع دارك، هذه فرصه باش تربح معنا في سو مانيفيك كادو من اهداء كونفي مارك اللي بخبره 15 سنه توفر له كل ما تحتاجه من مبل الدار، صالونات، بيوت فطور وبيوت صغار وغيره. دونك نتحبوا تشاركوا في اللعبه هذه، طريقه سهله، ادخلوا على باج الكونفي مارك واعملوا عليها جيم وبارتاجيو لافيش نتاع باك العروسه وين تلقاو لوجو نتاع 9 والماتينال. دونك ما تنساوش تعملوا كومونتير وتاجيو ثلاثه من اصحابكم. لازم تعرفوا لي كونفي مارك تحط على ذمتكم ايكيب بروفيسيونيل. كيف كيف نحب نذكركم انه مع كونفي مارك فما تسهيلات في الدفع وفما شواء كبير وكاليتي دو برودوي ياسر مزيانه. نعاود نقول للمخرج يحط لكم لافيش اللي محطوط فيها ليزادغ وتليفونات نتاع الشاورومز نتاع كونفي مارك. انا نقول لكم زاده بالصوت، دونك في المنيه في 58 407 086، في سكره 58 407 092، في سوسه 58 388 713، في قصر الهلال 58 388 704، في منزل الحرب 58 388 711، في جمال 58 388 718، وفي الجم 58 388 714. دونك امشيو وشاركوا وان شاء الله حظ سعيد للناس الكل، سواء للعروسه اللي عرسها قريب والا لاي حد يحب يبدل ديكور داره. احنا مع بعضنا البنات نستقبلوا سي عماد البقلوطي وفقرته الخاصه. عرفتوا باش تحكي لنا اليوم عماد؟ صباح النور فطوم، صباح النور البنات. اليوم باش نحكي لكم موضوع اسمه خسرتني. خسرته ها وجهي كان نخسروك يا عماد. اما قبل ما نخسروك عماد لازم نرجعوا بحذا اللي شاف، خاطر خسارتهم هي الخساره الكبيره، عرفت؟ الوغ توا باش نعمل لاكومبانيمون اللي معاك الدجاجه روتي اللي حطيتها في الفور قبيله، لاسورتيمون اللي باش نعملو معاها حطيت شويه زبده باش نعمل قصيت بصله جيده مع شويه ثوم باش نذبل لاغيكوفير والبطاطا، خيط كعبات البطاطا هذوما صمتهم نص سمتان كعبات الظرف باش نحط نذبلهم جوست نعملهم سوتي مع اللوبيا الخضراء في القلايه، وهذا الجو اللي قعدت اللي هبط من الدجاجه، الدجاجه كي تصيب ماها فك الساشي اللي نحطوها فيه في الفور، الجو نتاعها توا باش نسقي به هذا باش يبنن باش يعطيهم جو بنين برشا. والفيح نتاعهم تري تري سامبل، قلت لكم حطيت الثوم والبصله تتقلى شويه في شويه زبده، شويه ملح وشويه فلفل اكحل.
وقبل ما نطفي باش نعمل رشه معدنوس. هذه الغارنيتور نتاع الدجاجه نتاعي. توا نخليها تزيد تذبال شويه، هذايا كمان ياخذ شويه لون مع البصل هذاك والثوم، ونصب عليهم الجو هذايا يشرب الكل باش يبان انك لا ريكوفير والبطاطا، وفي الاخر بالكل نعمل درا معدنوس. هذايا لاكومبانيمون نتاع الدجاجه نتاعي اليوم. نرجع لك فاطمه. ترجع لي شيف فاتن، احنا نمشيو العماد ونشوفوا كيفاش خسرناه. سامحني توحشتك، ما تخلينيش. وبدات الحكايه، الحقيقه هي حكايه وفات قبل ما تبدا، زعما نقولها ما نقولهاش وكي طفيني. لا نقولها خير ما تقعد غصه في قلبي. سامحني، حبيت نقول لك حاجه، نحبك ونحب نعيش معك ونحب نكمل حياتي معك. ليلى علاش لا؟ ما فماش علاش. تمشي الايام وتدور ويقعد التخمام فيها، ما فهمتش اش بيني. علاش حرقتني وانا اللي بحبها قاعد نعيش في حلمه وكل نهار نفيق على كابوس؟ نجم ننساك، ما نجمش. لا نجم غدوه نلقى اللي تحبني وتعرف كاري. عرفت غيرها، حبيت وتحبيت. اما هاي رجعت وقالت لي نحبك. لا علاش لا؟ مش كنت ميت عليا وتقولي نحبك؟ لا، خاطر لقيت اللي تحبني وبنيت معها حياتي كيما نعرفها. سامحني اني انا ما قبلتكش خاطر تبعت اللي نحبها وخليت اللي تحبني. سامحني خاطر ما عرفتش نختار، تبعت اللي خلاني وبحب كواني ومشات وخلاتني ضايع. وانت كنت تقولي نحبك وما نخليكش، انا حبيتك. اما كي حبيت نوصلك انت اللي قطعت الطريق. اما طريق اليوم لقيته، طريق اليوم لقيته مع شطري. وامنت، امنت انه كل انسان في الدنيا هذه عنده شطره واللي لازم يلوج عليه، اللي يكون الامان نتاعه والسند نتاعه في وقت الشده. مش مهم انه الانسان يضيع وقت في الانسان اللي ما يستحقش، المهم يلقى شكون يستحق واللي تنبت معاه شجره الحب وتكون روحها وروحه فرد جنب. لوج اللي يلقفك وانت حيلك مهدود بالتعب. اعرف اللي ما تهونش عليه واللي يمسح لك دمعة عينيك حتى كما يكونش هو السبب فيها. اعرف اللي كدور بيك الدنيا تهرب له هو من هم الدنيا الكل. المحبه مش صعيبه وكي تلقاها زاده كيف كيف ماهياش سهله. الحب اللي يلقاه الانسان لازم يكبش فيه بيديه وساقيه، هذاك اللي يخلي لحياته معنا تو تولي عيشته زاده بكل حب. انا اخترتك وقت اللي انت اخترت غيري، وانا لقيت في غيرك الحب، وانت وقت اللي تجرحت كيفي عرفت انك خسرتني. وي ما يعرفوا كارك كما يخسروك يا سامي. شفت الحياه. والله مش نورمال. حاولوا ما تخسرونيش. خسرتها حسيت. صدق عينيك قال الحب مش صعيب، ولا صدق نور شيبه قال الحب صعيب؟ لا انا صدق عماد. انا صدق عماد بالحق. لا والله الحب مش صعيب. صدقوني انا نحكي لكم من منطلق تجربه. تجربه. اللهم صل على النبي. قلبك موجوع. لا 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 بالعكس. هاي صفصوفه السم. هذيك عاد ماك تعرفها. اوكي صفصوفه. فاطمة انا كالعاده اليوم باش نعمل بكم دوره كما قلت قبيله، دوره في ليزانستغرام بتاع التوانسه العرب والعالمين، لي ستار المشاهير والنجوم بتاعكم اللي تحبوهم شنو بوستيو على الانستغرام بتاعهم هذا الاسبوع. باش نبدا معكم باول بوبليكاسيون اللي هي بالحق عملت البوز والخبر اللي عمل البوز على الاخر في المجال الفني في العالم العربي، واسال الكثير من الحبر والروسي قالت لي شيخه على الخبر، ما فهمتش فرحانه للخبر والا متازمه على الخبر. هكا وهكا خاطر الخبر يهم الفنان المصري والممثل محمد رمضان بعد ما تم منعه من الغناء نهائيا في مصر ولا خارج مصر ما نعرفش اسكو، خاطر النقابه المصريه هي اللي منعته دونك ذهلي منعته يغني كان في مصر. هبط بيبليكاسيون يحكي في التفاصيل، يشكر في الجمهور نتاعو اللي سنده واللي وقف معاه، بوكو دو ميساج عبر عليهم من خلال البوست هذايا اللي نشوفوها مع بعضنا على الانستغرام. التصويره عملت 273935 جيم على الانستغرام، وباقي محمد رمضان حتى في التصاور نتاعو ديما بالحق تحسوا بوكو داغوغونس وياسر هكا تكبر حتى في تصاوره. نتعدى مع بعضنا للبيبليكاسيون اللي من بعد واللي هي المايا دياب. مايا دياب خويا مايا دياب تخرج هكا تعمل قهوه، تسالوها اخزر شنو كاتبه على البوبليكاسيون، ويتينغ فور ماي كوفي لايك هو كانت فانكشن ويزاوت ات، يعني هي قالت لك مين ما بيقدر يبلش نهاره بلا قهوه، انا مايا دياب دونك هي تخرج تعمل قهوه، انا خارجه نعمل قهوه اليوم نعشيش نكلم روسي تعطيني روبا مروبا نتاعها اللي في الاتوليه نخرج نعمل بهم قهوه، تخرج تعمل قهوه المراه هكا. التصويره عامله 92,045 جيم على الانستغرام. نتعدى مع بعضنا للتصويره اللي من بعد
اون فيت هي فما هبطت تصويره وهبطت فيديو للاعلاميه مريم بن حسين، الفيديو اللي اثار جدل كبير كبير، الفيديو هي هبطته على الانستغرام نتاعها، واللي هي في حفله سان فالونتان مع رغب علامه. رغب علامه اختارها كيف ما يقول صابر بيه، انا اخترتك من مليون، واختارها هي باش تشتح معاه شيخ سين على في على البوديوم. بالحق انت كريت الفيديو ياسر تاني غما بين وريتها الروسي ياسر رومانتيزم في الفيديو. لا يا بلوس يا في بالي يعرفوا بعضهم هكا، خاطر معروفه مريم كاعلاميه وخدمت في لبنان اي واختارها هو كيفاش لا فاسون لازمك تشوف كيفاش شطحوا مع بعضهم تنيغم على الاخر مع بعضهم. الفيديو عاملت 95655 في على الانستغرام. نتعدى مع بعضنا للبيبليكاسيون اللي من بعد، وانا باش نشد قلبي اللي هكا على اليسار، هذا كريستيانو رونالدو اللاعب الدولي المحترف. كريستيانو رونالدو مهبط تصويرة هو عائلته وكتب عليها فاميليز لانش. التصويرة جابت 8,284,136 جيم على الانستغرام. هذم لانش هذا الفطور، كانت عشية وقد يجيب من جيم على الانستغرام يا خياني. فما معلومة أخرى فاطمة قالك مخصص ميزانية 100,000,000 دينار لخطيبته كمصروف شهري. حلو هذا، وشوفوا شوفوا يتكفي. أما لا المشكلة ديما مش يقعدوا يتعاركوا على الكرا، شكون باش يخلص الكرا؟ بالحق برسمي نتعداو بعضنا الببليكاسيون من بعد باش نسمعهم. نتعداو بعضنا الببليكاسيون اللي من بعد اللي هي للفنانة والممثلة المصرية ليلى علوي اللي نحبها برشا، ومعها دليل عبد العزيز وإسعاد يونس. بالحق ثلاثي ولا أروع، هما زوز كانوا في ضيافة إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة. كاتب عليها ليلى علوي ببليكاسيون هذه، كانت حلقة قريبة قوي لقلبي واستعدنا فيها ذكريات عطى المراكبي، هو مسلسل كانوا مثلوه، وحديث الصباح والمساء مع زملائي وعشرة عمري. تصويرة عاملة 26,743 جيم على الانستغرام. نتعدى مع بعضنا لآخر ببليكاسيون واللي هي المحمد محمد عساف الفنان العربي والفلسطيني. محمد العساف هبط فيديو هي اون فيت على الانستغرام، كاتب عليها انتظرونا غدا في اضخم عمل انساني، اضخم حفل انساني في الوطن العربي. فاطمه هذه حفل باش يعملوه مجموعه من المغنيين والموسيقيين العرب من اضخم ما فما، تشارك فيه نجوى كرم، احلام، عاصي الحلاني، اصاله نصري، حسين الجسمي، محمد عبده، في اوبريت ما بعضهم عملوها الحفل هذا. اندهشت اندهشت خاطر نجوى كرم قلت ابو على شنو على خاطر نجوى كرم نجوى كرم حطيت تصويرتها سامحني حتى هو مهبط فيديو في هو اللي مهبط نهبط له نجوى كرم بسي على اوكي غدوه. الفيديو عامل 278,762 فيو على الانستغرام. كانت هذيا دورتي لليوم في الانستغرام بتاع التوانسه والعرب، وغدوه تنحاول نعاود انستغرام اخرى على خاطر فاطمه مش نعمل. ايوي وانا روسي ما هبطناش معنا هبطين صار بالاستغرام يا خويا انشتوا احركوا قاعدين ننشتوا روسي انت شو وقت غوسي ستايل. وكما قلت في اول حلقه اليوم باش نحكي لكم على لي ساك لي ساك ما اما سولون لا مورفولوجي. دونك نبداو بالسيليكسيون الاولى هوني سي بور لي فام روند. دونك كي تبدا روند ما نختاروش اي ساك بيان سور، لازم ساك يمشي شويه مع المورفولوجي نتاعنا. نختاروا لي ساك اللي هما يبداو بيان ستركتوري، عندهم دي ليني فرونش معناتها دي ليني واضحين كيما هكا لي ساك كاري ريكتانغولير اكثريه معناتها من لي ساك اللي بداو غوند ولا لي بوم نتاعهم اغوندي. لي نبعدوا عليهم نمشيو اكثر على لي ساك هذوما اللي يبداو ظاهرين هكا معناتها ديزاين نتاعهم ضارب بيان ديزاين ايبوري كيما يقولوا ولا بيان ستركتوري. نتعدى لكم بالسيليكسيون الثانيه هوني بوغ لي بوتيت تاي. دونك هوني كي تبدا قصيره ما تاخذش ساك كبير، دونك ديما راهو ساك باش يمشي ابوبري مع الحجم نتاعك، معناتها مش تبدا انت هكا معناتها قصيره صحتك. هو كي تبدا بصحتك ما ياخذوش ساك صغير برشا، خاطر باش تظهر انت اكبر برشا من الساك. انت تعرف فرنك شنو تهز. اي اي والله تشوف باش نحكي على لي غران تاي تعرف شنو تهز. دونك كي تبدا قصيره باش تاخذ ساك صغير، معناتها وين الساك باش يمشي مع المورفولوجي نتاعك ومع الطول نتاعك. نختاروا لي ساك اللي هما يبداو اون بوندوليير ياسر حلوين، لي فورم نتاعهم يبداو كاري صغيرين فيهم دي ديتاي ما يسالش معناتها ما يقلقش كولوري زاده. المهم ما يبداش ساك كبير هكاك يغطيك انت الكلك. دونك نتعدي على السيليكسيون الثالثه واللي هما بوغ لي غراند تاي كيما الصافي اللي اللي اكثر حاجه معناتها يخرج عليهم هما لي ساك اوفر سايز ولا الماكسي باج اللي هما زاده تاو ياسر طالعين وباش يكونوا من الماد نتاع 2020 2021 ياسر معناتها توندونس. دونك اللي هما كيما ستيل الشوبينغ باج ولا لي كابا لي ماكسي باج الاوفر سايز هذوما الكل يجيو كي تبدا انت طويله عندك طول
حلوين برشا، ما تاخذش ساك صغير برشا ومش ساك زاده يبدا معناتها ستركتوري برشا، دونك كوني عندك اكثر اشوا في لي ساك نتاعك. نتعداو للسيليكسيون اللي من بعدها واللي هما هوني للضعاف، دونك كوني كي تبدا ضعيفه وماكش تفيله برشا معناتها موين هوني كل شيء تنجم لي ساك الكل تنجم تلبسهم، لي كارتابل لي كابا لي بوندوليير الفورم اروندي زاده تنجم تلبس الساك اللي يبدا معناتها الفورم نتاعو مدوره اللي باللي ديتاي الكولوري، دونك كوني بالحق البنات اللي هما يبداو طولهم متوسط وضعاف شويه عندهم شوا كبير في الساك نجموا تلبسوا كما انتم تحبوا. دونك هذا هو السيليكسيون نتاع اليوم، انك تختار الساك انت سولون لا مورفولوجي نتاعكم. ان شاء الله كنت فتكم كل عاده في روسي ستايل غدوه ان شاء الله دي زيدي جدد اي دي زاسيوس جدد. ميرسي بوكو روسيتا، نختموا مع لي شيف. ميرسي بوكو يا فاطمه. احنا هوني كما تشوفوا زينا طاولتنا باللي حضرناه الكل، نخلي كلمه الفاتن الفطور والدسير. الفطور والدسير الوغ اليوم دبارتي كانت دجاجه في الفور. ايوه كيما وريت للساده المشاهدين قبيله كيفاش حضرت الماريناد نتاعها، حطيت المتعقد مع الزبده والزيت والزعتر والكليل والزعفران، وحطيت معها زاد شويه قارص وخلطت هذاك الكل وزيت زيتونه وخلطت هذاك الكل بالدجاجه وفوحتها مليح 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 وحطيتها في الساشي وحطيتها ونقبت الساشي وحطيتها في الفور تاعت خرجت هيك طايبه معناها مبشمطه او ميم طون طايبه زبده. والغارنيتور نتاعها كيما وريتكم صمت الكعبات البوم دو تيغ هذوما الظراف صمتهم نص سمتان وصمت زاده لا ريكوفير، وبعد حطيتها في الماء بارد باش تقعد لونها خضراء هكايا، ومن بعد الزوز عملتهم سوتي في شويه ثوم وبصل وكجو اللي هبط في السوس ساشي نتاع الدجاجه هو اللي حطيته باش بننت لي ليغوم هذوما السوتي، وفعمل ذره ملح وفلفل اكحل وفي الاخر بالكل ذره معدنوس. هذا بالنسبه للدجاجه روتين نتاعنا اليوم. وبالنسبه للغراتان نتاع البروكولي خذيت البطاطا عملت قليه بطاطا اون رونديل عملت فرشه كيف كيف فورت البروكولي وبعد عملته سوتي في شويه ثوم وزبده وحطيت برشا ثلاثه كيكه بصلات باهين اون لاميل عملتهم في شويه زيت وزبده زاده كيف كيف، حطيت معاهم الشامبينيون خلطتهم بالكدا خليتهم حتى ذبالوا بالكدا بالكدا وخذوا شويه كمان لون باش ما يبداش ملخ، فواحد ملح وفلفل اكحل، ومن بعد صبيت فوقك البطاطا وعملت البشاميل 50 غرام فرينه 50 غرام زبده نص سيتر حليب وطيبتهم مع بعضهم، بعد فواحد ملح وفلفل اكحل وحطيت بودو كريم فريش وحطيت درجه 100 غرام جبن المرياح الجودا الفيومي ربي حطيت في وسط البشاميل حطيت الفيومي. بعد ما طابت البشاميل خلطتها مليح مليح ومن بعد فوق الكوش نتاع البطاطا حطيت البروكولي سوتي وفوقه حطيت البصل وحطيت الشامبينيون سوتي وفوقهم صبيتك البشاميل اللي عملتها هذيك بالجبن وذريت ذره باهيه جبن المرياح الجودا والايدام ومن ما ننساوش اللي البشاميل عملتها بالفرينه ورده مع الزبده والحليب وحطيتهم في الفور حكيت 15 مينوت ماكسيموم وصحه وبشفاء. ميرسي يا فاتن. انا اليوم حبيت نوريكم كيفاش نعملوا كرومبول، لكن الكرومبول يجي في معون واحد راهو في الاصل، يبدا غله من اللوطه فوق والكروت هذيا نتاع الكرومبول اللي هي بات وفوق منه يدخل الكوشه مع بعضه ويتيب مع بعضه، ومن بعد يحطوا بحذاه اما كريم والا غلاس والا كل واحد شنو اختياره. تو نهار نعملوه مع بعضنا الكرومبول اللي بالغله الاصلاني، نجمو نعملوه بالفريز ولا بمشماشه وقرب خريب يتيح المشماش، راه برشا انواع نتاع كرومبول نجمو نعملوه بجميع انواع الغله. انا اليوم عملته في الليفيغين، خذيت فرينه سبيسيال جاتو ورده عملت لها ان سابلاج بالزبده والسكر والسكر فاني وشويه ملح، قعدت نسابلي فيها حتى لين ولات كيما التراب لكن شاده روحها بالقدا، بعد فرشتها في طبق وقت تتحط في الطبق تولي كعابر كعابر، هي بطبيعتها مرسوات مرسوات ما يلزمش ندقدقوها برشا، يلزم يقعد بها كل التقرميشه البنينه نتاع الكرومبول. حطيتها تحمرت في كوشه
180 حتى لين ولات دوغي بالكدا، خرجتها بردت، حضرت التفاح نتاعي قصيته حمرته في دوبلاش ما قليته في شويه زبده سكر فاني وقرصه ملح صغيره. خدمت الموس اللي عملت بها الباز نتاعي بالقوطه مرياح، طلعتها ركضتها مليح معها زوز باكويت سكر فاني سمارتشيف، وحطيت لها 4 مغارف سكر وركضتها مليح باليد، وحطيت لها ان بو دو كريم فريش ايباس معناها كريمه عاقده، ركضتهم باليد بالقدا حتى ما عادش فيها كل التكعبيره نتاع القوطه ولات كلها كريمه. حبيتها من اللوطه حطيت كوش صغيره مغرفه نتاع ماكله كرومبول، فوقها حطيت الكريمه هذه اللي هي الموس نتاع القوطه فوق الكرومبول، حطيت التفاح نتاعي زدت كرومبول وكملت بغوزه صغيره بالكريمه هذه بالموس، وحطيت شويه امون دي فيلي ويقعدوا هذوما حتى في الفريجيدير كان عندكم ضياف ولا عندكم عشويه ولا ان ديسير بعد فطور، تجي حاجه خفيفه وبنينه وماهيش متكلفه ياسر. ان شاء الله تكون عجبتكم دبارت اليوم. نقولكم نشكركم على اقتراحاتكم وعلى اهتمامكم بنا، ونشكر مزودينا على المنتوج المزيان اللي عاون فينا في نجاح البرنامج نتاعنا والكوجينه نتاعنا. ميرسي بوكو، ان شاء الله ملتقانا غدا. مشكورات للشيف لغوسيت الكل تلقاوهم على فاج الماتينال. توا كي جاو قايد غوسي تقول لنا الغوميرسيمون نتاعها والجماعه الزياد بيان سور معاها. كالعاده نشكر متابعين الماتينال على قناه التاسعه، ونقول لكم ابعثوا لنا الاقتراحات نتاعكم ولي ميساج على الباج اوفيسيال الماتينال غوسي ستايل انستغرام وغوسي ستايل فيسبوك. جو ميرسي جويس اللي تلقاها في سكر نابل وياسمين حمامات موان 50% في الفونت اون ليني اي اون بوتيك، جو ميرسي لارتيست كوافور يمن اللي تلقاها في حال واحد باج انستغرام وفيسبوك لارتيست كوافور يمن. نشوفكم غدوا ان شاء الله. فاطمة انا نشكر بوتيك سيسترز اللي تلقاها في العوينه دخلت حال واحد اللي قاعده تلبس فيا، باش فيسبوك بوتيك سيسترز، باش انستغرام فاشن بوتيك سيسترز. رميرسيمون كيف كيف للارتيست كوافور يمن اللي تلقاوه في حي الواحات بور لا ميزون بوتي، باش فيسبوك اي انستغرام يمن الارتيست كوافور، واحنا ان شاء الله نتقابلوا غدوه مع بعضنا. جورو ميرسي كالعاده بوتيك سي ان ديم على لبسه المزيانه، دونك سي ان ديم تلقاوه موجود في طريق سكر، تعرفوا توا لي سولد حتى يوصلوا 30 و40%. باش فيسبوك اي انستغرام سي ان ديم سكر. البارح هنيت بابا في انيفرسير وبال عايشك بالتليفون، دونك قال لي علاش في التلفزه ما تعمليش فيديكاس، دونك نسلم عليه برشا ان شاء الله كل عام وانت حي بالف خير وربي يخليك لينا. وميرسي بوكو الناس اللي كنا نتلاقاو غدوه الحي ان شاء الله. انا بدي نهني ابو عماد وكل عام هو حي بخير. كيف كيف نشكر يامن لارتيست كوافور تلقاو في حي الواحات، باش فيسبوك وانستغرام نتاعو هي يامن لارتيست كوافور. نشكر بوتيك تلبس فيها نعيمات زاده سي ان ديم تلقاو في طريق سكرة، باش فيسبوك وانستغرام سي ان ديم، وعندهم دي برومو خاطر فما السولد وعندهم زاده نوفيل كوليكسيون. كيف كيف نشكر انزو شوز تلقاو في المنزه الثامن، باش فيسبوك وانستغرام انزو شوز، كل جمعتين عندهم برومو كيف كيف عندهم نوفيل كوليكسيون. ميرسي بوكو ليكيب تكنيك كيب الاعداد زميلتنا مونيا الحرزي، جمهورنا العزيز داخل وخارج التراب التونسي. ملتقانا ان شاء الله غدوه بسلامه. نعرفوك مرا حاثقة وقديرة، تبعناك في الكبيرة والصغيرة، تعلمنا منك سر العجنة بالليد وخلطة السميد وحرفتها وفتلتها بالكعبة بالكعبة لنتشيح عجنتها. اللي شفناه تبعناه باش عملنا قبلنا حلالم أصلية كيما حلالم كل مرا مجدية. حلالم وردة البنة الزمنية، وردة سرها المحبة. بذرة صدق زرعناها كبرناها ولنهار عليها بخلنا، جيل ورا جيل مسؤولية ورثناها، بعد 50 سنة بذرة صدق زرعناها محبة لقيناها. سيكام محبة وغرام. جبن مرياح مياه بالمياه حليب. ما سمحت شيف مسهل هالبنة. ليبرتي.
حتى للأسفار والسياحة، حجاجنا معتمرين في مم وعينينا. بالما اونو دون اكسلنت كاليتي. انا جربت بالما وانتي وقتاش؟ بالما سورس دو ناتور او كوتيديان. يا سادة يا ماذا يدلنا ويدلكم لطريق الخير والسعادة. اليوم باش نحكي لكم على راجل دارها شليلة ومليلة يفركس على شكون يلقالو حل لتشنشينة. هالتشنشينة هذه تقول على حاجة تونسية كوتتها أقوى من أقوى كوتة توصل تربحك 200 مليون وفلوسك تاخذهم جارانتي ماهوش تحت التوتة. هاك الرجل المسكين اصبر أكثر من صبر أيوب بسنين حتى لين ضعاف اتعل وما لقاه حتى واحد يعطيه الحل. منين باش يلقاه الحل؟ الوقت هذاك ما فماش ناس. أما توا اجبد تليفونك وطول ادخل على تونس بات. تونس بات أقوى من أقوى كوتا. مرحبا بكم في مهرجان مساكن للتسوق في دورته الثانية من 14 ل 22 مارس. برمجة ثرية ومتنوعة مع أحلى العروض الفنية وألمع نجوم الفن في تونس. حاضرة رجال تونس بقيادة الشيخ توفيق دغمان، نجمة تونس الأولى للفن الشعبي زينة القصرينية، الدبكة السورية، فرقة أبو طه السعيدي، ماجورات قصر هلال، وما نسيناش الصغيرات أكيد باش تكون عندهم عروض شيقة ومتنوعة مع الدمى العملاقة عمي رضوان، الفرقة النحاسية، والدخول مجاني لجميع العروض. إدارة المهرجان توفر لكم زوز قطارات سياحية لنقل الركاب والعديد من الهدايا والمفاجآت للربح. مهرجان مساكن للتسوق في دورته الثانية دورة مش نورمال.